بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأوقات في موازين حسناتكم، وأن ينفعنا وإياكم بما نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بشركم وبشر نفسي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين وقفنا يا شباب في العقيدة الطحاوية؟ احنا آخر حاجة اتكلمنا فيها كان تعريف الإيمان، وكلمنا عن اختلاف أهل السنة في تعريف الإيمان، وقلنا إنه الإيمان عند الأشاعرة والإمام الماتريدي والإمام أبو حنيفة هو التصديق القلبي، هو التصديق القلبي، وعند الماتريدية هو تصديق مع إقرار. وقلنا إنه الإقرار ليس جزءا من حقيقة الإيمان، ولكنه شرط لإجراء الأحكام الدنيوية. لكن الإيمان أصله، منبعه، مكانه الأساسي فين؟ في القلب. ده موضع اتفاق. وقلنا أن الإيمان غير المعرفة، الإيمان حاجة والمعرفة إيه؟ حاجة تانية خالص. فالإيمان ليس هو المعرفة، يعني أنك تبقى عارف أنه الله موجود دون أن تذعن أو تقر، هذا لا يسمى إيمانا. لأن إبليس يعرف أن الله موجود، إبليس يعرف أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول، إبليس يوقن بالبعث والحساب والجزاء والجنة والنار، قال أنظرني إلى يوم يبعثون. لكن هذه المعرفة لا تسميه مؤمنا، أو لا تجعلنا نسميه ماذا؟ مؤمنا. لأن احنا قلنا أن الإيمان عملا يشترك فيه العقل والقلب، فهو معرفة نعم عقلية، معلومات على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلومات عن وجود خالق ومتحكم ومدبر لهذا الكون، ومعها إذعان، فهو تصديق قلبي يصحبه إذعان واستسلام لله سبحانه وتعالى. هذا المعنى موجود فين؟ في القلب، ثم يظهر بعد ذلك على الجوارح. فالقلب إذا أذعن يظهر هذا إذعان على ماذا؟ على الجوارح. فالجوارح تؤدي صلاة، الجوارح تؤدي زكاة، الجوارح إذا قيل لها طوفي بالكعبة تطوف، ليس لذات الطواف ولكن للمعنى الموجود في القلب. فالمعنى الموجود في القلب هو الذي يدفع على ماذا؟ على عمل الجوارح. ويصحب هذا أيضا، أو ينتج عن هذا أيضا، إن هذا اللسان إذا طلب منه أن يقر بالإيمان يقر، إلا إن خاف، إلا إن خاف أو أكره على النطق بكلمة الكفر. فإذا نطق المسلم بكلمة الكفر هذا لا يقدح في إيمانه، وهذا يؤكد على فكرة إن النطق باللسان ليست جزءا من حقيقة الإيمان، وإنما هي جزء مكمل. وإحنا قلنا بقى قبل كده إنه في فرق بين شرط الكمال وشرط الصحة، شرط الكمال وشرط الإيه؟ وشرط الصحة. شرط الصحة هو الذي إذا لم يوجد لم يصح العمل، فمعنى ذلك ينهدم العمل. لكن شرط الكمال هو الذي وجوده يحسن ويجود ويزيد في العمل مع وجود العمل، تمام كده، او مع وجود الشيء او المسألة او القضية. اذا الاعمال شرط نعم في الايمان، الذين امنوا وعملوا الصالحات، الايمان بضع وسبعون شعبة، وذكر منها امور تتعلق بالجوارح باعتبار انها تكمل معنى الايمان، تمام. الله سبحانه وتعالى في القرآن قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذا الصحابي الذي عذب لأجل أن ينطق بكلمة الكفر نطق بكلمة الكفر، ومع نطقه بكلمة الكفر سماه القرآن ماذا؟ سماه القرآن مؤمنا.
ليه؟ لأن الإيمان أصله فين؟ بذرته فين؟ بذرته في القلب. ولذلك هتلاقوا صدى هذا الرأي العقدي. الفقه يا جماعة هو صدى للآراء العقدية. وأصول الفقه يعتبر فرع من أصول الدين، أصول الدين اللي هو العقيدة، يستمد منه أصول الاستنباط وفهم القرآن والسنة. يظهر هذا فين؟ في المسائل المتناثرة الموجودة في علم الفروع أو في علم الفقه. فهتلاقوا أثر هذا التفريق بين التصديق والعمل موجود عند كافة علماء المذاهب. فهتلاقيهم بيفرقوا بين مثلا تارك الصلاة جحودا وإنكارا، وبين تاركها كسلا. فتاركها كسلا ده تارك للعمل أهو، ومع ذلك لم يخرجوه من ماذا؟ لم يخرجوه من الإيمان. نفس الكلام في أحكام الصيام، يقول لك تارك الصيام جحودا وجحودا، ولا كسلا تارك الزكاة جحودا، ولا كسلا تارك الحج جحودا، ولا كسلا المتعامل بالربا جحودا، ولا كسلا، وهكذا. فتلاقيهم إيه بيفرقوا. والجحود والكسل ده معنى متعلق بماذا؟ الجحود معنى متعلق بالقلب، فإذا وجد الجحود يبقى لا إيمان. الكسل متعلق بإيه؟ بالجوارح مع بقاء الإيمان في القلب. واضح كده؟ طيب إذا هذا هو معنى الإيه؟ هو معنى. لذلك إحنا بنقولش على أي واحد مسلم يقول ويعترف أنه لا إله إلا الله وأنه محمد رسول، مهما فعل من الأمور العظيمة الشنائع المنكرات، القتل، الظلم، الزنا، شرب الخمر، أي حاجة، لا نقول عنه كافر، وإنما يظل إيه؟ يظل مسلما في دائرة الإسلام. وإن إحنا نسميه مسلم ليس إقرارا بالشنائع التي يرتكبها، وليس إقرارا بالمحرمات التي يرتكبها، وإنما ده وصف لواقعه، وصف لواقعه، إن هو بهذه الشنائع لا يخرج من لذلك هتلاقي هنا الشيخ بيقول إيه؟ ولا يخرج العبد من الإيمان، أو ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. دي قاعدة، دي قاعدة حضراتكم لازم تحفظوها عشان تردوا بيها على اللي بيكفروا المجتمع، أو على الجماعة اللي هم بيسارعوا في التكفير، أو إذا واحد فيهم شاف واحد مسلم بيعمل معصية يبادر ويكفره، أو إذا واحد نطق بعبارة تحتمل الكفر والإيمان على طول يقول لك ده كافر. هذا الكلام غير صحيح. الإمام محمد الغزالي عليه رحمة الله يقول إنه إذا قال المسلم قولا أو فعل فعلا يحتمل الكفر من 99 وجها ويحتمل الإيمان من وجه واحد، حملناه على وجه الإيمان. لذلك المسلم بيسموه المسلم الصعب، المسلم الإيه؟ المسلم الصعب. يعني المسلم ممكن يعمل حاجات كتير جدا ومع ذلك يظل مسلما، لا يخرج من الإيمان بسهولة، لا يخرج المسلم من دينه، لا نخرجه من دينه بسهولة. ولا يسارع إلى التكفير إلا الجهلة، كذلك يقول أهل العلم أيضا لا يسارع إلى التكفير إلا الجهلة. لكن العلم يخليك ما تكفرش حد، لأن التكفير لا يكون إلا بجحود ما أدخله فيه. فهو كأنه واحد دخل من باب خلاص كده، ما يبقاش اسمه خارج الأوضة إلا إذا خرج من الباب اللي هو دخل منه، تمام كده؟ فهو أنت هتدخل من في الأوضة من باب، وبعدين عشان تبقى خارج الأوضة هتخرج من نفس الباب، تمام؟ فهو لا يخرج العبد من الإيمان، أو لا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. نسأل، ما الذي أدخل العبد في الإيمان؟ إذعان القلب. خلاص كده. فإذا عمل حاجة تكر على إذعان القلب بالبطلان، أو يستدل منها على عدم إذعان القلب، حكمنا عليه بالخروج من الإيمان. زي أنه يسب القرآن، أو يستهزئ بالرسول، أو أنه يقول صراحة أنا لا أؤمن بالبعث، أو يقول صراحة أنا لا أؤمن بالله تعالى، وهكذا. يبقى إيه؟ لا يخرج العبد، أو لا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخل فيه. والجحود هنا معناه ماذا؟ معناه الإنكار، إلا بإنكار ما أدخله فيه، إلا بإنكار الألوهية أو إنكار النبوة أو إنكار المعاد، أو الإتيان بما يكر على هذه الإقرارات، الإقرار بالألوهية أو النبوة أو المعاد بالإنكار، زي سب الدين أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو الاستهزاء بالقرآن أو نحو ذلك. في هنا مسألة أيضا مهمة لازم حضراتكم تنتبهوا لها. لو جه حد من حضراتكم يدرس فقه هيلاقي في باب في الفقه اسمه باب الردة. باب الايه؟ باب الردة. في
سبب الرد دوت هتلاحظوا ان الفقهاء بيحكموا على بعض المسلمين بالارتداد نتيجة افعال او اعمال معينة قد تبدو لك بسيطة، يعني مثلا من قولهم ان من استهزأ بمعلم الصبيان ارتد. معلم الصبيان ده اللي هو شيخ الكتاب اللي كان بيحفظ العيال القرآن، فهم الفقهاء اعتبروا انه من تعظيم القرآن، تعظيم معلم القرآن، فانت لما بتستهزئ به كأنك تستهزئ بوظيفته او تستهزئ بالقرآن الذي يحفظه. هتلاحظوا حاجات زي كده، انه يقول لك فلان من قال كذا فقد كفر، او من فعل كذا فقد كفر، وتبدو لك الاعمال ايه؟ بسيطة. وده الفرق يا اخواننا بين العلم والجهل. يعني هيجي الجماعة الدواعش دول يقرأوا في هذه الكتب فياخدوها زي ما هي كده وإيه وروح مكفرين الناس، بينما العلماء لا يفهمون اللي كتبوا هذا الكلام كتبوه بقيود وشروط معينة. عشان كده قلنا لحضراتكم 100 مرة إنه من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكون عن الزيغ والتصحيف في حرمي، ومن يأخذ العلم عن كتب فعلمه عند أهل العلم كالعدمي. فهو العلم لا يؤخذ من الكتب. العيال دول كلهم معظمهم ما عندهمش مشايخ، ومشايخهم إذا كان عندهم مشايخ ما عندهمش مشايخ، فهو إيه افتح الكتب يلا بقينا مجتهدين بقينا نفهم لوحدنا، فيبدأ يطبق ما في الكتب، والعلماء الذين يكتبون ما في هذه الكتب لا يقرونهم على ذلك. فما إيه القصة بقى؟ القصة ببساطة إن المسلم أو الإنسان ممكن يقوم بعمل الكفر دون أن يكفر، يعني هو عمله يشبه عمل الكفار، لكن هل هو نسميه كافر؟ لا، دي قضية أخرى. ده أمر. الأمر الثاني إنه حضراتكم لابد إنكم تلاحظوا إنه الكفر ده حكم قضائي، يعني ممكن وفقا ليه الكتب كتب الفقه وفقا للفتوى فلان دوت قال قولا كفريا أو فعل فعلا كفريا، كويس؟ فهو إيه دي النظرية للإيه النظرية ده القانون. طيب تطبيق أو إنزال هذا القانون على شخص بعينه ده يحتاج إلى حكم قضائي، مش المفتي ولكن القاضي. معايا إزاي؟ يعني أنا هكتب في كتاب الفقه وفقا لاستنباط من نصوص القرآن والسنة إنه من قال كذا كفر، وبعدين جالنا واحد سمعنا بيقول هذا القول، تمام؟ فهنعمل إيه بقى؟ هنروح القاضي، يا قاضي إلحق، مش هنقول بقى أنت كفرت، احنا ممكن نقول له انت قولك هذا يحتمل الكفر، تمام؟ نروح للقاضي نقول له يا قاضي فلان قال هذا القول هل تحكم بكفره او لا؟ فالقاضي يجيب فلان ده ويقول له تعالى انت ليه قلت الكلام ده؟ وامتى قلته؟ تحت اي ظرف؟ وهل في حد اكرهك ولا لا؟ وهل كان في مانع انك تقول غيره ولا لا؟ وهكذا وهكذا وهكذا. فاذا تحقق القاضي من توفر الشروط وانتفاء الموانع النعم هذا القول ينطبق على هذا الشخص المعين، فيحكم القاضي بكفره ويقام عليه الحد او يفرق بينه وبين زوجته، او نحكم بانه خلاص صار خارج المله، اذا مات محدش يورث منه ولا احنا نورث منه ولا هو يورث من حد، الى اخر بقيه او الى اخر الاحكام المنصوصه في كتب الكفر المتعلقه بالمرتد. واضح يا جماعة؟ فدول أمرين مهمين جدا، إن المسلم قد يقول قولا كفريا دون أن يكفر. قد حضرتك تقول قول كفر دون أن تكفر. القرآن يقول إن الله ثالث ثلاثة، مش كده؟ مش ده قول إيه؟ ده قول كفر، راوي الكفر ليس بكافر، ممكن يكون الواحد بيقوله على سبيل إيه؟ الحكاية، مش كده؟ وراوي الكفر يقولون ليس بكافر، مش كده؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وهذا قول كفري موجود في القرآن يرويه لنا القرآن أو يذكره القرآن على سبيل الإيه؟ على سبيل حكاية قول الكفر، تمام؟ فقد يقول الشخص كلاما أو يفعل أفعالا تدل على الكفر، لكنه دون أن يكون هو بذاته ماذا؟ كافرا. ده أمر. الأمر الثاني إنه التكفير حكم قضائي، يعني ما يتخذش من كتب الفقه. كتب الفقه دي فيها النظرية متى يكفر ومتى لا يكفر، ثم انطباق هذه النظرية وإنزالها على شخص معين هذا يحتاج إلى تحقيق وتثبت وشهود وتوفر شروط وانتفاء موانع، وده يحتاج إلى قضاء.
واضح يا جماعة؟ فما ناخدش الكلام من الكتب وروح على طول منزلين، فهمتوا؟ ودي الأخطاء اللي بيقع فيها الجماعة اللي بيكفروا المجتمع، الدواعش وغيرهم يقعوا في الخطأين دول، إن هم لا يفرقون بين قول الكفر وكون الشخص كافر وكفر الشخص، أو فعل الكفر وكون الشخص كافر من ناحية، ومن ناحية أخرى ينزلون ما في الكتب على ماذا؟ على الأشخاص دون أن يكون هناك تحقق. لكن لو مثلا فوات يعني مثلا احنا في ناس كانت عايزه تعمل تشتيت مثلا ما بين المسلمين، تشتيت ما بين المسلمين، ف يعني هم بيظهروا الايمان او بيقولوا هم مؤمنين بس هم في الحقيقه اصلا مش كده كويس. فدلوقتي هل لازم نجيب واحد واحد عشان يتحكم عليه بالكفر؟ يعني حكم قضائي مثلا فيه؟ ما هم الناس اللي هنشتتوا دولت اما ان يقولوا قولا او يفعلوا فعلا، وقد يكونون جماعات وقد يكونون أفراد. إذا كانوا أفراد هنجيبهم فرد فرد ونحسبهم على القول اللي قالوه أو الفعل اللي عملوه من غير ما نحسبهم على النوايا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين كانوا موجودين في المدينة وبكثرة وما عملش معهم حاجة، ما عملش معهم حاجة. قال إني أخاف أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه. هم في الظاهر إيه؟ صحابة في الظاهر، عاملين نفسهم زي بقية الإيه؟ لكنهم في الحقيقة منافقون يضمنون الكفر، ومع ذلك النبي ما عملش معهم أي حاجة خالص. كان بس كل شوية يفضحهم، القرآن يفضحهم، بيفكروا في إيه؟ بيعملوا إيه؟ عايزين يعملوا إيه؟ وكانوا كل ما يعملوا حاجة النبي صلى الله عليه وسلم يبطلها، لما بنوا مسجد الضرار النبي صلى الله عليه وسلم هدمه، وهكذا. فأنت هتفضل وراهم كده طول ما هم محترمين أنفسهم وملتزمين بقوانين وقواعد المجتمع، ما بيخرقوش الشريعة الإسلامية لا بقول ولا بفعل، ولا بيؤذوا الناس بقول ولا بفعل. خلاص اللي في قلوبهم ربنا يحاسبهم عليه. انت ليك الايه؟ ليك الافضاش. اللي هيغلط منهم يتحاسب. عملوا مجموعة مع بعض وحملوا السلاح ضد المجتمع يبقوا خوارج اذا كفروا المجتمع. وهو الخوارج لفظ لا يطلق الا على من حمل السلاح وكفر المجتمع. أي مسلم ليه رأي سياسي من غير ما يحمل السلاح ويكفر المجتمع، ما نقدرش شرعا نسميه من الخارج، ما نقدرش نسميه من الخارج. قد يكون مسلم معارض لنظام الحكم أو مسلم له رأي سياسي، لا يحاسب على رأيه السياسي إلا إذا آذى المجتمع أو خرج على المجتمع. معايا إزاي؟ لأنه في عصر الصحابة والتابعين ومن بعدهم ما كانش كل المسلمين مقرين الخليفة اللي موجود، ولكن كانوا بيحتفظوا بآرائهم أنفسهم، وبعضهم فقهاء وبعضهم علماء وكذا. فلا يسمى المسلم خارجيا إلا إذا خرج بالسلاح. إن خد بالك في بعض الناس بيستغلوا الدين للأسف، سواء من المعارضة أو من النظام، سواء من هذا أو هذا، فيقول لك أي حد يبقى مش ماشي تبع الركب يبقى من الخوارج. لا، مش شرط، هذا ليس شرطا، إنه الراكب ده مش معصوم، قد يخطئ، لكن الفكرة هي وسيلة إبداء الرأي. هل هي بالتكفير؟ هل هي بحمل السلاح؟ كده تبقى أنت من الخوارج، ومن حق الشرطة أو من حق الدولة إن هي تتخذ معك إجراء عنيف عشان ترد غائلة شرك. لكن حضرتك عندك رأي ثم لم تخرج على هذا المجتمع بالسلاح ولم تكفر هذا المجتمع، في رأيك ليك، هذا هو، والله أعلم. قال: ونحن نؤمن بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. نؤمن بذلك كله اللي هو إيه؟ كل ما سبق في العقائد التي سردناها. لا نفرق بين أحد من رسله، يعني كل الرسل عندنا واحد في ماذا؟ واحد في وجوب الإيمان بهم، لا واحدا في المكان أو المنزل. هو عدم التفريق بين الرسل ده معناه إيه؟ معنى عدم التفريق بين الرسل في الإيمان، في وجوب الإيمان بهم، لكننا نفرق بينهم في المكانة. فأفضلهم رسولنا صلى الله عليه وسلم، يليه أولو العزم من الرسل، يليه بقية الرسل، يليهم الأنبياء، يليهم بقية الخلق.
فهناك تفريق أو هناك تفاضل. تلك الرسل الله عز وجل يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله إلى آخر الآية. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيد ولدي آدم ولا فخر. فعدم التفريق هنا ما معناه؟ عدم التفريق بينهم في وجوب الإيمان. ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. نصدقهم كلهم بمعنى ماذا؟ نصدق جميع ما أنزل الله عليهم من كتب باعتبار أنها من عند الله وباعتبار أنها جميعا حق لحقية المصدر ولصدق المصدر وهو الله عز وجل. فتصدق نحن لما نزل على موسى أو لما نزل على عيسى مرتبط بما نزل بما آل إليه المنزل. ما الذي نزل؟ التوراة الأصلية. ما الذي نزل على عيسى؟ التوراة الإنجيل الأصلي. فده اللي احنا مصدقين بمؤمنين به. لأن في ناس بيخلطوا يقول لك يا أخي ما المسلمين مؤمنين بالتوراة والإنجيل. احنا مؤمنين بالتوراة والإنجيل لكن مش الحالية. الحالية فيها حق وفيها باطل. الحالية احنا عقيدتنا الراسخة انها محرفة وعقيدتنا انه لا يصح اتباعها وعقيدتنا انها تحتوي على ضلال وكفر وعقيدتنا انه لا يصح اعتناق هذه الديانات. لازم الكلام ده يا اخوانا يبقى عندنا واضح. ان الدين عند الله الاسلام. لا دين يقبل عند الله سبحانه وتعالى لا في الدنيا ولا في الاخرة الا الاسلام. هتقول لي طب ما هو فلان دوت مسيحي ولا يهودي ولا بوذي بس اخلاقه حلوة. ماشي في الدنيا اخلاقه حلوة واحنا برضو ايه اخلاقه حلوة هنعمله باخلاق حلوة. والله عز وجل لن يظلمهم. ان الله لا يظلم الناس شيئا. فهو نتيجة الاخلاق الحلوة دي المعاملات الحسنة دي ربنا هيكرمه في الدنيا برضو. فهيوسع في رزقه. وهيبارك له في امواله. وهيبارك له في اولاده. وي 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 بحيث في الاخرة ليس له نصيب. في الاخرة خالصة للمؤمنين. واضح يا جماعة علشان الأمور لا تختلط عندنا. يبقى إذن نصدقهم كلهم على ما جاءوا به. قال وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع لأن كله حق. خد بالك معايا بقى. لازم حضرتك تفرق بين أمر ورد في السنة يصعب عليك أن تفهمه خلاص، وأمر تاني أنت لا تصدقه ولا تعترف به أو تستهزئ به. في فرق بين الاثنين خالص. الأمر الأول أنت على أرضية واقف على أرضية الاستسلام لكنك محتار. الأمر الثاني أنت واقف على أرضية عدم الاستسلام لذلك أنت تنكر. ممكن يكون الموقف النهائي شكل واحد. واحد سمع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الذبابة في إناء أحدكم فليغمسها فإن في إحدى جناحيها داء وفي الآخر الدواء. كويس كده. الناس إذا هذا الحديث هينقسم إلى قسمين. واحد عنده إيمان لا يتزعزع إن محمد صلى الله عليه وسلم رسول لا يكذب وإنه لا ينطق عن الهوى وإنه مهما قال فهو صادق وإنه إذا كان في مشكلة فهي في فهمي أنا للدين. لكن أنا الحديث ده مش قادر أفهمه مش قادر أستوعبه. زي الذبابة التي يعني هي مدعاة للاشمئزاز أضعها في الكوب الذي أشرب منه فأنا مش هشرب مع تصديقي بالحديث. تمام. في واحد تاني يأخذ هذا الحديث مادة للسخرية يقول لك آدي الدين وآدي كذا إلى آخره ويستهزئ بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم. فدول موقفين مختلفين تمام. الموقف الأول موقف واحد مشتبه أو واحد الأمر عنده مشكل مش قادر يفهمه ويستوعبه على أرضية ماذا؟ الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. واحد تاني واقف على أرضية مختلفة وهي أرضية الاستهزاء والإنكار وعدم التصديق بما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. فأنا الآن كمسلم يجب أن أعرف أن تعاملي مع نصوص القرآن والسنة ينبغي أن يكون على أرضية الاستسلام حتى يصح إيماني.
يعني القرآن حق، النبي صلى الله عليه وسلم صادق، دي أرضية. على هذه الأرضية هنتحرك الخطوة رقم 2. الخطوة رقم 2 هي أن بعض أوامر القرآن والسنة ستكون معللة مفهومة معقولة، وبعض أوامر وما ورد ونصوص وما في نصوص القرآن والسنة غير معللة غير معقولة غير مفهومة. تمام كده؟ كيف أتعامل مع كل صنف من الاثنين؟ الصنف المعلل المعقول المعنى المفهوم ده هنسميه المحكم، والمحكم ينبغي علي الإيمان به والعمل. القسم الثاني هنسميه المتشابه اللي هو غير واضح الدلالة غير معقول المعنى الذي لا أستطيع استيعابه، فهعمل فيه إيه؟ سأؤمن به كما هو، إن كان قال زي سيدنا أبو بكر كده، إن كان قال فقد صدق، إن كان قال فقد صدق صلى الله عليه وسلم. هنيجي بقى للحديث ده، الحديث ده هو مثلا حديث الذبابة على سبيل المثال. أولا هنبحث عن ثبوته، هل ثبت من جهة علم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قاله أو لا؟ إن ثبت عندي أنه قاله يبقى أنا إيه؟ مسلم، يبقى هو حق لا ريب. تمام؟ رقم 2 هو بالنسبة لي غير واضح، لأني مش معتاد على أني أكل الذباب أو أني أغمس الذباب في كوبي ثم أعيد شربه، فأنا إيه؟ أحط علامة استفهام وأسأل. لما هتيجي حضرتك تسأل هتلاقي الفقهاء بيقولوا لك إنه الإرشاد النبوي هنا ليس على سبيل الوجوب، ليس على سبيل الوجوب، يعني أنت لا يجب عليك إنك تغمسها ثم تشربها. النبي هنا كأنه يجيب على سؤال سائل، يا رسول الله إن وقعت الذبابة في إنائي ثم طابت نفسي لشرب هذا الإناء فماذا أفعل؟ فالنبي بيقول له والله إذا طابت نفسك وقبلت نفسك أن تشرب هذا فاعمل كده، افعل هذا، فإن في إحدى جناحيها داء وفي الآخر دواء. طب افرض أنت مقر بأنه فعلا هي في أحد جناحيها داء وفي الآخر دواء، لكنك مع ذلك لا تريد أن تشرب، النبي مش هيقول لك يجب أن تشرب، لا ده أمر إيه؟ حل لمشكلة، إنه ناس بالفعل لن تجد إلا هذا الماء، ماء قليل مثلا، أنت ما تقسش على حالتك الحالية، ممكن يبقى الماء قليل ما عندنا غير حبة المية دول وقع فيها الذبابة، فنعمل نشربها زي ما هي؟ قال لك لا، في داء لأنها بتقف على النجاسات، ربنا سبحانه وتعالى إزاء هذا الداء عمل دواء في الجناح الآخر فيطهر بعضه بعضا فممكن تشرب دون ضرر. فهو إرشاد نبوي لي إيه؟ لمن أراد، وليس على سبيل ماذا؟ وليس على سبيل ثم وليس على سبيل وجد. ثم أمر آخر مهم جدا، وهو إنه عاداتك في الأكل والشرب ليست معيارا، ليست معيارا للحق والباطل، أو ليست معيارا للصواب والخطأ. حضراتكم مثلا إذا كنتوا بتاكلوش الخنافس ففي دول تانية بتربي الخنافس عشان تاكلها، وما زالوا عايشين حتى يومنا هذا، ما زالوا موجودين حتى يومنا هذا، في ناس بتربي الدود عشان تاكله في الصين وغيرها. فإذا الناس الشعوب مختلفة في عاداتها وتقاليدها. يبقى إذا ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع ما صح، لاحظ هنا هو بيقول لك جميع ما صح، معنى ذلك انك اول حاجة هتسأل عن الثبوت، هتسأل عن ماذا؟ عن الثبوت. يعني ايه الثبوت؟ يعني هل صح ذلك عن رسول الله ولا لا؟ لانه بعض ما يقال انه لرسول الله لم يصح، زي ما يقول لك الباذنجان شفاء من كل داء، ده حديث موضوع، النبي ما قالش حاجة زي كده خالص، بس منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم. ده واحد كان تاجر بتنجان وعايز يروج السلعة بتاعته، فإيه؟ فقال حديث زي أخينا بتاع عصير القصب، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، فحضرتك قال يعني هتروح تشرب من عنده وتظن أنه هو ده الشراب بإيه؟
الشراب الطهور. فهو ايه؟ النبي لم يقل الباذنجان شفاء من كل داء ولا حاجه. فانت اول حاجه هتبحث في الثبوت. طب اذا ثبت ان النبي قال هذا فهو حق، اذا ثبت فهو حق، لكن لم يثبت النبي قال ذلك، فما ثبت نؤمن انه حق، وان لم نفهمه وان لم يكن معقول الايه، معقول المعنى. ولا يخرج العبد من الايمان الا بجحود ما ادخله فيه. والايمان واحد في اصله، والايمان واحد في اصله، سواء. والتفاضل بينهم بالتقوى ومخالفة الهوى. ايه اصل الايمان؟ اصل الايمان التصديق، تمام كده. فالايمان واحد، فالايمان واحد واهله في اصله سواء. النص هو الايمان واحد واهله في أصله سواء، يعني لا تفاضل بين أهل الإيمان في أصل الإيمان. يعني إذا قلنا الملائكة مؤمنون، إذا قلنا الأنبياء مؤمنون، إذا قلنا الأولياء مؤمنون، إذا قلنا الأبرار مؤمنون، إذا قلنا العصاة مؤمنون، فالكل يستوي في مفهوم الإيمان. يعني إيمان حضرتك و تصديقك بالله سبحانه وتعالى، أصل الإيمان، بذرة الإيمان، تستوي مع الأولياء، تستوي مع الملائكة، تستوي مع الأنبياء، اللي هي بذرة الإيمان التي هي التصديق والإذعان. طيب أمال ليه في ناس بنسميهم أبرار وناس بنسميهم فجار، لناس مؤمنين وناس أقل إيمانا وناس أكثر إيمانا؟ حتى القرآن بينص على زيادة الإيمان، فيقول وإذا ما أنزلت سورة زادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فزيادة الإيمان هو العلماء لما جم يتحدثوا عن هذه الآيات التي تتحدث عن التفاضل، قالوا إن الزيادة هنا إما أن يكون معناها زيادة تفسير أو زيادة بيان، يعني تفاصيل الإيمان صارت أكثر وضوحا، بيان الإيمان ومعناه صار أكثر وضوحا في قلبك، لكن البذرة نفسها زي بالضبط كده ما يكون عندنا إيه؟ ما يكون عندنا بذرة أي نبتة من النباتات، خلاص؟ البذرة واحدة، عندنا مثلا 3-4 أشجار، خلاص؟ البذرة اللي اتحطت في الأرض إيه؟ واحدة، لكن في واحدة أثمرت، وفي واحدة كبرت شوية أصغر منها، وفي واحدة كبرت خالص وطلعت فروع كتير. واضح إزاي؟ البذرة إيه؟ الأصل إيه؟ الأصل واحد. كذلك الأمر إذا قلنا إن هناك تفاضل بين الأنبياء والأولياء والأبرار والفجار، فهو تفاضل في ماذا؟ في الأعمال، تفاضل في الأعمال. أما بذرة الإيمان، أصل الإيمان، فواحد. والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. والتفاضل بينهم بالتقوى ومخالفة الهوى. ولأنه المعنى دوت ذكروا العلماء، أو يعني لأن المعنى دوت واضح في أذهان علماء الكلام، نصوا على أنه الإيمان لا يزيد ولا ينقص. الإيمان بمعنى إيه؟ هذه البذرة لا تزيد ولا تنقص. ده عند الإيه؟ عند الماتريدية وعند بعض الأشاعرة. يبقى هنيجي هنا هوت، ده أيضا أمر من الأمور التي اختلف فيها الأشاعرة والماتريدية. هل الإيمان يزيد وينقص؟ نص كده ماتريدية، والإمام الجويني من الأشاعرة
قالوا لا يزيد ولا ينقص. الأشاعرة قالوا يزيد وينقص. من أبو حنيفة رحمه الله ماذا يقول فيما ينقله عنه ابن الهمام في المسامرة؟ يقول: قال أبو حنيفة وأصحابه لا يزيد الإيمان ولا ينقص، واختاره من الأشاعرة إمام الحرمين وكثير، وذهب عامتهم إلى زيادته ونقصانه. قيل: والخلاف مبني على أخذ الطاعات في مفهوم الإيمان وعدمه، فعلى الأول يزيد بزيادتها وينقص بنقصانها، وعلى الثاني لا، لأنه اسم للتصديق الجازم مع الإذعان، وهذا لا يتغير بضم الطاعات ولا ضم المعاصي. إذن إيه؟ من قال لا يزيد ولا ينقص نظر لأصل الإيمان، من قال يزيد وينقص نظر للطاعات، لكن كل واحد يبص للإيمان من إيه؟ من زاوية. فالخلاف بينهم خلاف لفظي أو خلاف في التعبير، واضح كده؟ فالماتريدية والإمام حين قالوا لا يزيد ولا ينقص نظروا إلى أصل الإيمان، بذرة الإيمان. زي حضرتك كده نبص لمجموعة أشجار مثلا هنا كده، على سبيل المثال عندنا إيه؟ دي الأرض على سبيل المثال، رمينا بذرة هنا خلاص، وبذرة هنا وبذرة هنا وبذرة هنا، كويس؟ البذور كلها واحد، بذرة قمح، بذرة مانجا، بذرة أي حاجة، تمام؟ ثم تفاوتت هذه البذور في الإثمار والإنبات، ففي واحدة عملت كده، وفي واحدة راحت عاملة كده، وفي واحدة راحت عاملة كده، وفي واحدة راحت عاملة كده، البذرة إيه؟ واحدة. فالماتريدية الذين قالوا لا يزيد ولا ينقص نظروا إلى إيه؟ إلى هذه البذرة واحدة. عشان كده قالوا إن المسلم إذا قال إيماني كإيمان جبريل صدق، إيماني كإيمان النبي صلى الله عليه وسلم صدق، لو حلف، يعني لو مسلم حلف وقال أقسم بالله أن إيماني كإيمان النبي صلى الله عليه وسلم، صدق ولا كاذب؟ من أي جهة؟ من جهة الأصل. لكن هل عملوا زي عمل النبي؟ أبدا. طيب إذن إيه؟ هؤلاء نظروا إلى ماذا؟ إلى البذرة. وهؤلاء نظروا إلى ماذا؟ إلى العمل، إلى الإثمار. فقالوا إن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بماذا؟ وينقص بالمعصية. ويقصدون بالإيمان هنا ما يدل على الإيمان لا أصل الإيمان، يعني هنا هم يقصدون بالإيمان أصل الإيمان، هنا يقصدون ما يدل على الإيمان. فأصد دول في الكلام أو تعبير دولت يختلف عن تعبير هؤلاء، لذلك هو اختلاف في العبارة، اختلاف في ماذا؟ في العبارة. واضحة دي يا أخونا؟ طيب حضرتك لو مثلا اثنين أسكن مرة يوم واحد، تمام؟ لو افترضنا أن هي بذرة واحدة، بس نلاقي أن هو الدافع ليهم للعمل حتى لو ما حدش فيه ما عمل أي عمل. طيب ما هو الدافع للعمل دوت معناها كسل في الجوارح أو همة في الجوارح أيضا، لكن أصل الإيمان واحد، البذرة واحد، إذا صح إن هم مؤمنين وآمنوا بالفعل مقتنعين. تمام، لو قلنا إن البذرة واحدة فالمفروض الشحنة الإيمانية واحدة. لا مش شرط. مين قال؟ مش واحدة؟ البذرة تصديق، تصديق والإذعان واحد. ماشي، تصديق والإذعان واحد، لكن التفاضل الشحنة دي كأنك بتشحنها بالعمل أو تزيدها شحنة بالعمل. هو
هم الاثنين ما عملوش عمل لسه ما حدش فيهم يعمل اي عمل. طيب فدي بيبقى في فرق اصلا. الفرق بقى بيأتي من مش من قوة التصديق أو ضعف التصديق، وإنما بيأتي من أمور أخرى، طبيعة الشخص نفسه، إن هو مستعد الآن ولا مش مستعد، شهواته غلباء ولا شهواته مش غلباء، غافل ولا ذاكر، طبيعة التربية. نعم أيوة نعم، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه أو إذا فقه. تمام كده. قال والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالتقوى ومخالفة الهوى. وده نص القرآن حين قال الله عز وجل ها إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طيب ثم قال والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. يبقى المؤمنين جميعا نسميهم أولياء الرحمن بالمعنى العام للولاية، لأن الولاية نوعين، ولاية بالمعنى الأعم، الولاية بالمعنى العام وبالمعنى الخاص. بالمعنى العام كل مؤمن ولي، يعني كل الناس أولياء. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى كل المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، الله ولي الذين آمنوا، يعني الله ناصرهم، فهم الله وليهم وهم أولياء الله، إذا نصرهم الله فهم مناصرون لله عز وجل ولدين الله تعالى. يبقى ده الولاية بالمعنى العام، فكل مسلم هو ولي، يعني حضرتك ما شاء الله ولي، وحضرتك ولية، وهكذا كلكم أولياء ما شاء الله عليكم، وصلتوا جميعا الحمد لله. فإيه؟ فدي الولاية بالمعنى العام. الولاية بالمعنى الأخص دي لا تكون إلا لسلة من المؤمنين، إلا لمجموعة من المؤمنين اللي هم إيه؟ الذين جمعوا بين الإيمان التقوى. والتقوى هي فعل المأمورات واجتناب المنهيات. والناس في فعل المأمورات واجتناب المنهيات متفاوتون، هؤلاء بلغوا الذروة العليا في فعل المأمورات واجتناب المنهيات حتى لا يكاد يذكر لواحد منهم ارتكاب مخالفة أو تفويت أمر. فدي الولاية بالمعنى الإيه؟ الولاية بالمعنى الأخص اللي بتطلق بقى على الإيه؟ السادة الكبار، سيدي أبو الحسن الشاذلي، سيدي أحمد البدوي، سيدي الرفاعي، سيدنا الحسين، بقية الصحابة، دولة الإيه؟ الأولياء بالمعنى الأخص اللي هم جاهدوا أنفسهم في الله تعالى فوصلوا إلى درجات عالية جدا من القرب من الله عز وجل. دي الولاية بالمعنى الإيه؟ بالمعنى الأخص. فلذلك هنا الشيخ لما يقول والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، يقصد الولاية بأي معنى يا أخوانا؟ الولاية بالمعنى العام. والولاية هنا معناها المناصرة، معناها الايه؟ المناصرة. المؤمنون كلهم أولياء الرحمن. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، الحب في الله والبغض في الله. فكل مسلم ينبغي أن يناصر كل مسلم، وكل مسلم ينبغي أن يكون وليا لكل مسلم. فحضرتك ليه بيقول لك الكلام دوت هنا في هذه العقيدة؟ حتى تعتقد وجوب مناصرة كل مسلم ووجوب ولاية كل مسلم. لما ربنا سبحانه وتعالى في القرآن يقول لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يبقى أنت كواحد مسلم من المفترض أنك تعمل إيه؟ هتعمل تحالف، هتصاحب، هتتعاون، يبقى المؤمنون أولى من غيرهم. والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، نرجو للمحسنين المؤمنين أن يعفو عنهم
ويدخلهم الجنة، ونرجو للمحسنين المؤمنين ولا نأمن عليهم. صححوا اللفظ المتن اللي عندكم يا أخوانا. ولا نقول لا يضر مع الإسلام ذنب لمن عمله، ونرجو للمحسنين من المؤمنين، ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة ولا نأمن عليهم. هو النص اللي عندكم. ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم، ونخاف عليهم، ولا نقنطهم. طيب، هو هنا الشيخ ماذا يريد أن يقول؟ الشيخ هنا يريد أن يرد على فئة اتكلمت في الدين اسمها المرجئة. ماذا قال هؤلاء المرجئة؟ قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر سيئة، كما لا تنفع مع الكفر حسنة. فحسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة. عكسهم المعتزلة والخوارج الذين قطعوا بالعقوبة لمرتكب الكبيرة، وتوسط أهل السنة، توسط أهل السنة فلم يقطعوا بثواب ولا عقاب، وإنما تركوا الأمر لله سبحانه وتعالى. إحنا عندنا الآن الفسق فيه آراء. ما هو الفسق؟ الخروج من طاعة الله تعالى. الفسق هو الخروج من طاعة الله عز وجل بصغيرة أو بكبيرة. فعندنا المرجئة، وعندنا المعتزلة والخوارج، وعندنا أهل السنة جمهور الأمة. المرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، يعني أنت طالما مؤمن فاعمل اللي أنت عايزه، اعمل اللي أنت عايزه، ما فيش مشكلة خالص، كله مغفور، كله مغفور. فقطعوا بالمغفرة. المعتزلة والخوارج قالوا لا ينفع مع الكفر حسنة، لا ينفع مع الكفر حسنة، فقطعوا بماذا؟ قطعوا بالعقوبة. والكفر هنا عندهم اللي هو مرتكب الكبيرة، لأنهم سموه كافر، سموا مرتكب الكبيرة إيه؟ كافر. أو ممكن يعني لو عايزين نحسن التعبير نقول ولا ينفع مع الكبيرة حسنة. فدول عملوا إيه؟ قطعوا به، قطعوا بالعقوبة. أهل السنة توسطوا فقالوا إنه الصغائر، فرقوا أولا بين الصغائر والكبائر طبعا، وقالوا الصغائر مغفورة، مغفورة بالاستغفار وعمل الصالحات والمصائب والبلايا وغيرها. الكبائر قالوا في مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر. فلم يقطعوا بعقوبة ولم يقطعوا بماذا؟ بمغفرة. لم يقطعوا بعقوبة ولا بمغفرة. فوضوا الكل إلى الله سبحانه وتعالى. الطائع أمره مفوض إلى الله، لا يحكم عليه بأنه يجب أن يثاب. ما بنقولش إحنا أن حضرتك إنك بتصلي وبتصوم وبتزكي لازم 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 وحتما نروح تدخل الجنة، مفيش حاجة اسمها كده. الله لا يجب عليه شيء. ولا نقول إن المسلم العاصي لازم وحتما لابد هيدخل النار، الله أعلم، ممكن يختم له بخاتمة حسنة، ممكن ربنا يعفو عنه. فنحن لا نقطع للمسلمين، خد بالك،
كلامنا كله في نطاق الايه؟ في الكلام على المسلمين مش الكفار. يعني احنا في دائرة الاسلام بنعمل ايه؟ بنرجع امر مرتكب الكبائر الى الله سبحانه وتعالى، لا نقطع بعقوبة ولا بإثابة. طب في عندنا طائفة تانية بقى اسمهم الكفار، دول نحن نقطع بخلودهم في النار إن ماتوا على الكفر. لازم تبقى المسألة في أذهان حضراتكم واضحة. فدول كده هي يقطع أهل السنة بخلودهم في النار إن ماتوا على الكفر. يبقى احنا في حق الكفار غير المسلمين نقطع بخلودهم في النار إن ماتوا على الكفر، في حق المسلمين ماذا نفعل؟ نقول إن صغائرهم مغفورة إن شاء الله، وإن كبائرهم في مشيئة الله، إن شاء غفر وإن شاء عذب، ولا نحكم على مسلم إنه لابد من أهل الجنة أو إنه لابد من أهل النار. فهمتوا إزاي؟ إنما الأمور متروكة إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. طيب في ناس بقى بيخطئوا في هذه المسألة وينزلوا أحكام المسلمين على مين؟ على الكفار. فتلاقيه يقول لك يا أخي ما هو المسيحيين دولت برضو إخواننا وعندهم دينهم وعندهم نبيهم وحاجات زي كده، وتلاقي الدنيا عندهم سايحة في بعضها. انت الآن لابد انك تقطع بكفر من كفره القرآن، وتقطع بالخلود في النار لمن حكم القرآن بكفره. خذوا بالكم أهل السنة لما بيقولوا هذا في حق المسلمين ولما بيقولوا هذا في حق الكفار، مش مجرد كده فكرة جات لهم وقالوا اه والله الفكرة دي شكلها حلو فقالوها، لا، في نصوص إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. أهو الآية دي دستور، إن الله لا يغفر أن يشرك به، أهي أهي، ويغفر ما دون ذلك. ثم قال لمن يشاء. فلمن يشاء دي معناها إيه؟ معناها ايه؟ ان الامر حسب المشيئة. وطبعا حضرتك هيجيب لي دلوقتي واحد عاصي، هل تستطيع ان تحكم على هذا العاصي ان الله شاء ان يعذبه؟ تقدر تقول كده؟ طب هات لي واحد طائع، هل تستطيع ان تحكم ان الله شاء ان ينعمه؟ طالما الامر مرتبط بالمشيئة فانت لا علم لك بمشيئة الله. فهمتوا ازاي؟ يبقى اذا حكم أهل السنة بخلود الكفار في النار وقطعوا بذلك، وحكموا على مرتكب الكبيرة بأنه في مشيئة الله، ودليلهم في ذلك نصوص القرآن والسنة مش مجرد أفكار جت في دماغهم فقالوها. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، اللي هو دون الكفر. إيه اللي دون الكفر؟ إيه اللي تحت الكفر؟ الإيمان مع ارتكاب الكبائر أو ارتكاب الصغائر. فهمتوا إزاي؟ والصغائر قلنا بالقطع بمغفرتها وفقا للنصوص الكثيرة التي أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم، رمضان إلى رمضان، الجمعة إلى الجمعة، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه من خطاياه، إن الحسنات يذهبن السيئات وأتبع السيئة الحسنات تمحوها، كل ده فين؟ في الصغائر. الكبائر دي مشكلة كبيرة، دي موقوفة على مشيئة الله سبحانه وتعالى. طيب قال ولا نقول لا يضر مع الإسلام ذنب لمن عمله. مين اللي بيقول كده بقى؟ يعني كأنه عايز يقول لك مش هنقول زي، لا، هو هنا بيقول لك ولا نقول. من القائل؟ احنا مش زي مين؟ هو عايز يقول نحن لسنا كالمرجئة القائلين لا يضر مع الإسلام ذنب، بل يضر مع الإسلام ارتكاب الذنب. يضر، كيف يضر؟ الضرر هنا معناه العذاب، الضرر هنا معناه الإيه؟ العذاب في النار، قد يدخل النار إن ارتكب كبيرة. ونرجو للمحسنين من المؤمنين ولا نأمن عليهم،
يعني لا نقطع للمطيع بأنه إيه لابد داخل الجنة. لا، نحن نرجو، نسأل الله، ندعو الله، نفتقر إلى الله أن ينفذ فيهم وعده، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم الجنة. الشهادة هنا معناها القطع، الشهادة هنا تعني ماذا؟ القطع، يعني ولا نقطع للمحسنين بدخول الجنة. مش شرط عشان واحد بيعمل خير وبيبني جوامع ومستشفيات وملجأ أيتامه ده الراجل ده لازم هيدخل الجنة، لا، نرجو الله أن يكون من أهل الجنة. كذا الأدب مع الله، لأن الله لا يجب عليه شيء. ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لنسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. ونستغفر للمسيء، المسيء من المسلمين نسأل الله له المغفرة وندعو له. ونخاف عليهم، يعني في إشفاق على المسيئين دولة، مش شماتة. يبقى حالك أنت مع أصحاب السيئات إيه؟ مع أصحاب المعاصي إنك زعلان عليهم مش شمتان فيهم. ولا نقنطهم، يعني ما نقولهمش خلاص أنتم لن يغفر لكم، لن يغفر لكم، دي معناها إيه؟ القاطع. والقاطع ده موجود عند مين؟ موجود عند المعتزلة والخوارج، والقاطع موجود عند المرجئة. القاطع بالعقوبة موجود عند مين؟ عند الخوارج والمعتزلة. أهل السنة لا يقطعون. لو جالك واحد صاحبك عمال بيشرب خمر من ساعة ما بلغ، وبنات وما صلاش فرض ومش عارف وإيه وإيه وإيه، حضرتك شرعا لا يجوز لك أن تقول له أنت من أهل النار، طالما هو بيقول أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله. ثم إذا جاءك هذا الرجل ما ينفعش تقول له ده أنت ربنا مش هيغفر لك، إيش عرفك؟ لا نقنطهم، يعني لا نيأسهم من رحمة الله. رحمة، إن رحمتي سبقت غضبي ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. فهو إذا تاب واتقى الله سبحانه وتعالى ورجع عما هو عليه نرجو أن يغفر الله عز وجل له. فإذا جالك واحد من أهل المعاصي أو واحد من زميلك أو واحد من جيرانك شفته من أهل المعاصي، لا تقنطه من رحمة الله، وإنما هتتكلم معه على إيه؟ على رحمة الله، ربنا غفور رحيم، ارجع إلى ربك هتجد رب غفور رحيم. يبقى لا نقنطهم. يبقى أسلوب بقى أنك طول الوقت عمال شغال مع الناس في العذاب وفي العقوبات وفي كذا، بس ده مش منهج إسلامي. المنهج الإسلامي هو الجمع بين الترغيب والترهيب. هتقول له يا أخي خاف على نفسك، اتق الله، الموت قريب، إذا مت على كده تعاقب، وفي نفس الوقت روح فتح له باب الرحمة وتقول له إنك إذا رجعت إلى الله الله يغفر لك وكذا وكذا، وتقربه من الله سبحانه وتعالى بقدر ما تستطيع. يبقى إيه؟ ولا نقنطهم. والأمن والإياس ينقلان عن الملة، صح كده؟ والأمن والإياس ينقلان عن الملة وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. يعني الأمن والإياس، الأمن معناه الأمن من مكر الله، الإياس معناه اليأس من رحمة الله. طيب قبل ما نقول حتة الأمن والإياس، في سؤال، وهو احنا بنقول إنه لا نقطع لأحد بعقوبة ولا نقطع لأحد بدخول الجنة. فيجي لك السؤال، لك يا عم الشيخ، طب يعني الأنبياء برضو مش هنقطع؟ يعني الأنبياء ينفع كده أقول إن احنا منعرفش الأنبياء دول ربنا دخلهم الجنة ولا لأ؟ قال لك السلف في هذا، لهم في فكرة القطع لهم ثلاثة أقوال. القول الأول هو ألا يشهد لأحد إلا الأنبياء، فإحنا هنستثني من عدم القطع من الأنبياء، فنحن نقطع للأنبياء بدخول الجنة، تمام كده؟ ده قول. القول الثاني إنه يشهد لكل مؤمن ورد نص في حقه، يعني العشر المبشرين بالجنة ورد نص من النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ فدول لتصدقنا للنبي
نقطع لهم بدخول الجنة. القول الثالث أن يشهد لمن شهد له المؤمنون. يبقى كده الدائرة اتسعت أكثر. يبقى أنت عندك القول الأول لا يشهد إلا الأنبياء، القول الثاني يشهد لمن شهد له نص، القول الثالث لا يشهد لمن شهد له المؤمنون كمان. طيب إيه فكرة يعني يشهد لمن شهد له المؤمنون؟ قال لك في حديث في الصحيحين، حديث في الصحيحين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مرت عليه جنازة فأثنوا عليها بخير فقال عليه الصلاة والسلام وجبت، ومر بأخرى فأثنى عليها أو فأثني عليها بشر فقال صلى الله عليه وسلم وجبت. فقال عمر يا رسول الله ما وجبت؟ ما معنى وجبت؟ فقال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله تعالى في الأرض. يعني إذا على القول التالت ده، إنه لو في واحد ذكره حسن في الناس زي الشيخ المنشاوي مثلا، تمام كده، ده واحد ما يختلفش على اثنين، قارئ قرآن سمعنا منه كلام الله سبحانه وتعالى وما زال تلوته تتلى ليل ونهار، فعلى القول التالت دوت نقدر نقول ايه من شاوي في الجنة. طب على القول التاني في نص في المنشاوي نص النبوي او قرآني؟ لا، فنقول الله اعلم. على القول الاول برضو الله اعلم. فهمتوا ازاي؟ يبقى اذا ايه السلف لهم في القطع ثلاثة اقوال، بعضهم قال لا يقطع الا للانبياء، بعضهم قال لا يقطع الا لمن شهد له النص، وبعضهم قال لا يشهد الا او يمكن ان يشهد لي من شهد له المؤمنون. تمام كده يا اخوانا؟ طيب. ثم قال ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم، والامن والاياس من مكر، والامن والاياس ينقلان عن المله. طيب خد بالك معايا بقى، ايه معنى المله هنا؟ المله هنا معناها المذهب الحق مش معناها الدين، لان خد بالك في الحتة الأخيرة اللي هي بتاعت القطع الكلام فيها كان على مين؟ على المسلمين. دائرة الكفار دي مش محل خلاف، ليست محل خلاف في القطع لهم بالخلود في النار. الخلاف كله فين؟ في المسلمين. ثم الخلاف برضو من أهل السنة هنا في مين؟ في المسلمين. فنحن نقطع للأنبياء، نقطع لمن ورد في حقه نص، ونقطع على القول الثالث في من شهد له المؤمنون. طيب دي ده جميل قوي. خد بالك معايا بقى في حاجة هنا مهمة قوي، هي الشيخ هنا ماذا يقول؟ والأمن والإياس ينقلان عن الملة. يعني ايه الأمن؟ الأمن هنا هو الأمن من مكر الله، الأمن من مكر الله، والإياس هنا هو اليأس من رحمة الله. ده يؤدي إلى إيه وده يؤدي إلى إيه؟ الأمن من مكر الله يؤدي إلى الاستهتار بالأوامر، مش كده؟ الاستهتار بالأوامر، أو يؤدي إلى الرجاء كده. طيب اليأس من مكر من رحمة الله يؤدي إلى القنوط أو الخوف، واضح كده؟ الاثنين دول يا أخوانا ذنوب ولا غير ذنوب؟ ذنوب، والاثنين من الكبائر، خلاص كده. فالأمن من مكر الله وحده كبيرة، اليأس من رحمة الله وحده كبير. ليه كبائر؟ لأنها تكذيب صريح للنصوص، يعني تكذيب، أو يعني النصوص وردت بعكس هذا المعنى. رحمة الله واسعة، ثم الأمن من مكر الله أيضا
ورد التحذير منه، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أفأمن أهل القرى، سورة الأعراف، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. أفأمن أهل القرى يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إذن الله عز وجل حذر من الأمن من مكره، وحذر أيضا في الوقت نفسه من اليأس من رحمته. فإحنا عندنا هنا مفهوم الخوف ومفهوم الرجاء، لازم الاثنين نعمل منهم كوكتيل، بحيث المؤمن يبقى دائما حالاته بين الخوف والرجاء، الخوف والرجاء. طيب عمليا هعملها ازاي؟ عمليا هتنتج عمل الصالحات زائد الخوف من عدم القبول. يبقى العمل ده يدل على الرجاء، عدم القبول ده خوف. يبقى كده تديني حالة تعادل، وده الحالة المطلوبة. فإذا خوف لا يقعد عن العمل، وعمل لا يجعل المسلم يقطع لنفسه بدخول الجنة أو يقطع لعمله بالقبول. يبقى أنا الظهر هيأذن هروح أصلي، هروح أصلي. العصر هيأذن هروح أصلي. حد هيقول لي حاجة مش هسيبه ولا أكذب عليه ولا وهعمل الناس بالحسن، كويس. فأنا من حيث العمل أنا شغال. طيب في القلب بقى ايه الحكاية؟ الحكاية اني لا اقطع لصلاتي بالقبول، ولا اقطع لعملي بالصالحات، اني لابد اني اكون خدت عليها ثواب، الله اعلم. فانا بعمل ولا اقطع. ده هيعمل عند الواحد ايه مع العمل؟ حالة من التعادل بين الخوف والرجاء. فعمل الصالحات يجعلني ارجو ان اثاب عليها، ثم خوفي يمنعني من القطع باني ساثاب عليه، فانا ارجو ولا اقطع. تمام كده. فلذلك قال الشيخ هنا: والأمن والإياس ينقلان عن الملة. ينقلان عن الملة هنا بمعنى انه مخالف لقول علماء الملة، او مخالف لما ينبغي ان يعتقد من الملة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، او مخالف للمذهب الحق. مخالف للمذهب الحق اللي هو ايه؟ مذهب الجمع بين الخوف والرجاء. لأنه قول المرجئة معنى إيه؟ رجاء. قول المعتزلة معناه إيه؟ قنوط. يعني تخيل أنت كده واحد بيعتقد رأي الخوارج أو بيعتقد رأي المعتزلة، وبعدين نفسه غلبته فعمل كبيرة، شرب خمر أو سرق أو زنى أو أي حاجة، ده كده خلاص، ده في النار، ده كده خلاص. يعني إيه؟ يكمل بقى في الطريق. يعني كأنك بتقول له انت كده خلاص قفلت عليه، وكمل بقى في طريق الكبائر، استمتع بالدنيا عشان انت في الاخرة كده كده هتتلب، مش كده ولا ايه؟ لكن عند اهل السنة لا، ارجع ارجع وانت امرك الى الله، وقد يغفر الله عز وجل لك. تمام؟ في الاباضية بتوع عمان، عمان فيها اباضية، وهؤلاء على رأي الخوارج. ما هو المؤمنين مش كلهم هيتخدعوا، خدي بالك. الإيمان ينتج في القلب نور، بحيث المؤمن يستطيع أن يميز بين المخلص وغير المخلص. فاجتماع المؤمنين على الشهادة لشخص معناها إن هم قرأوا في أعماله الإخلاص، أو على غالب أعماله الإخلاص، ده على القول التالت. تمام؟ العشر المبشرين بالجنة، ما هو حديث. ما هو الحديث نص، ما هو نص دي معناها آية أو حديث. والأمن والإياس ينقلان عن الملة، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. يعني وسبيل الحق، يعني والقول الحق بين هذين القولين لأهل القبلة اللي هم أهل إيه؟ أهل السنة، هو القول الذي ينبغي إيه؟ ينبغي أن يعتقد. طيب ثم قال: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يخلدون إذا ماتوا. طبعا ده تأكيد على ماذا؟ القول السابق،
أو إيراد له بألفاظ مختلفة. وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله، كما قال تعالى في كتابه العزيز: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بقدر جنايتهم بعدله، ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله مولى أهل معرفته، ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام، اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. نص جميل. طيب، يبقى إذن احنا قلنا ان المعاصي اما ان تكون كبائر او صغائر، واهل الصغائر ان شاء الله صغائرهم مغفورة لهم بعملهم الصالحات او بالبلايا والمصائب او المكفرات التي تصيبهم في الدنيا، او بعفو الله سبحانه وتعالى عن هذه الايه، عن هذه الصغائر. اما اهل الكبائر فهم الذين اختلف فيهم اهل الايه، اهل الملة الاسلامية واهل السنة على انه اهل الكبائر لا يخلدون في النار، لا يخلدون في النار، وانما هم في مشيئة الله ان شاء غفر لهم وان شاء عذبهم. واهل الكبائر من امة محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا تخصيص ام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هنا بالذكر لا تدل على انتفاء ما عداها، فيشمل هذا مرتكبي الكبائر من جميع الامم، يبقى هذا الكلام يشمل مرتكب الكبائر من جميع الامم. قال: واهل الكبائر من امة محمد صلى الله عليه وسلم، اي وغيره من وجميع امم الانبياء عليهم السلام. وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين. يعني إذا مات مرتكب الكبيرة على الإيمان، يبقى احنا عندنا أصل كبير اسمه الإيمان، قدح في هذا الأصل ارتكاب ذنب كبير، تمام كده؟ هذا الذنب الكبير لا يقدح في الأصل لدرجة أن يمحوه تماما، لذلك يعذب صاحب الكبيرة على قدر كبيرته إن شاء الله عذابه، أو يعفو عنه إن شاء أن يعفو عنه. وهم في مشيئته بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، يعني ماتوا على الإيمان، وهم في مشيئة الله تعالى وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله، كما في قال تعالى في كتاب العزيز: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بقدر جنايتهم بعدله. يعني حتى وإن دخل أهل الكبائر النار فإنهم لا يخلدون فيها، وإنما يدخلون النار على قدر ذنوبهم أو على قدر ذنبهم أو على قدر ما يريد الله سبحانه وتعالى، ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين. طيب، الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم بيلخص مذهب أهل السنة في مرتكب الكبيرة فيقول: واعلم أن مذهب أهل السنة وما عليه أهل الحق من السلف والخلف أن من مات موحدا دخل الجنة قطعا على كل حال. قطعا بمعنى إيه؟ بمعنى مآله إلى الجنة، مآله إلى الجنة. يبقى أهل السنة خذ بالكم يقطعون بأن مآل كل من مات على الإسلام الجنة، واضح كده؟ لكن هل قبل دخول الجنة هيكون في عذاب ولا لا؟ دي ما نعرفهاش، دي لا نقطع بها، هي دي التي ايه نقطع. لكن في النهاية في المآل هل يخلدون في النار او لا يخلدون؟ لا يخلدون في النار، واضح كده يا جماعة؟
فإن كان سريعا من المعاصي كالصغير والمجنون الذي اتصل جنونه بالبلوغ والتائب توبة صحيحة من الشرك أو غيره من المعاصي، إذا لم يحدث معصية بعد توبته، والموفق الذي لم يبتل بمعصية أصلا، فكل هذا الصنف يدخل الجنة ولا يدخل النار أصلا، لكنهم يريدونها على الخلاف المعروف في الورود. والصحيح أن المراد به المرور على الصراط، يعني كل الناس سيريدون على النار، والورود على النار ليس معناه دخول النار، ولكن معناه ماذا؟ المرور عليها. وإن منكم إلا واردها. والمرور لا يعني الدخول، المرور حاجة والدخول حاجة. وأما من كانت له معصية كبيرة ومات من غير توبة، خد بالك، ومات من غير توبة فهو في مشيئة الله تعالى، فإن شاء عفى عنه وأدخله الجنة أولا وجعله كالقسم الأول، وإن شاء عذبه القدر الذي يريده سبحانه، يعني بالقدر الذي يريده سبحانه وتعالى، ثم يدخله الجنة، فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد ولو عمل من المعاصي ما عمل. يعني واحد، هنفترض على هذا، على قول أهل السنة، إن واحد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يعمل خيرا قط، يعني ما شفناهوش مرة راكع، ولا شفنا مرة بيقول كلمة طيبة لحد، ولا شفنا مرة بيتصدق على حد، هو بس ايه اتولد في بيننا كده مسلم، وهو بيبقى مسلم وخلاص، ده أقصى حاجة نعرفها عنه. هذا الشخص إذا مات على الإسلام مآله إلى الجنة. قرأتم في حديث البطاقة؟ مش كنا مكلفينكم حديث البطاقة؟ هل حد فيكم قرأ شرحه ولا بس اكتفيتم بقراءة النص؟ النص بس معاكم النص؟ ايه مفيش استفادة. طيب النص معاكم؟ محدش كتبه؟ طيب حديث البطاقة انتوا قريتوه باختصار. واحد ربنا سبحانه وتعالى عرفه الذنوب جميعا، عرفه الذنوب كلها حتى ظن انه هلك وايقن انه في النار، ثم وهو بيتوزن له عمله اتت بطاقة فقال ما تفعل هذه البطاقة مع هذه الذنوب كلها؟ فاذا البطاقة ترجح وتطيش الكفة الاخرى، فإذا البطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فالإقرار بألوهية الله وجوده سبحانه وتعالى وتوحيده عز وجل والإيمان بصدق النبي صلى الله عليه وسلم حاجة مش صغيرة، حاجة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى. والحديث صحيح مسلم أيضا، يدخل أو يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وإن لم يعمل خيرا قط، وإن لم يعمل خيرا قط. فلذلك الإمام النووي هنا بيقول ثم فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد ولو عمل من المعاصي ما عمل، كما أنه لا يدخل الجنة أحد مات على الكفر ولو عمل من أعمال البر ما عمل. ان يكون ليه اله وان هو في حد ان هو يعمل كذا او يحاول كذا، فهل ده يعتبر برضه كده يعني بالنسبه لنا احنا مسلم عند الله ما في قلبه يعلمه الله؟ يعني احنا بالنسبه لنا كده لما نشوف نقول اه ده مسلم، بدليل ان الشخص اللي انت بتقول عليه دوت اللي احنا ما شفناهوش خالص بيعمل اي عمل خير، بنعمل فيه ايه؟ بنصلي عليه الجنازة في مساجدنا، وبندفنه في مقابر المسلمين، وبنورث منه بنورثه، مش كده؟ يعني انت هات كده اكثر الناس تعرفهم في التاريخ الاسلامي اجراما، هنقول مثلا الحجاج بن يوسف الثقفي، خلاص، هنقول مثلا في العصر الحديث بتاعنا الناس اللي هم اعلام للفواحش والعزلة زي الرقاصين والرقاصات ومش عارف اللي بينشروا الفواحش في المجتمع، اللي بيبيعوا الخمور، تجار الخمرة مثلا في المجتمعات الإسلامية، دول إذا الواحد منهم عرف أن المسلم بنعمل إيه لما بيموت؟ بنصلي عليه وبندعي له، مش كده؟ وبندفنه في مقابر المسلمين، وإذا كان عنده ميراث بنوزعه وفق الشريعة الإسلامية، مش كده ولا إيه؟
إذا حد مات له بنورثه. طب هو لو مش مسلم لا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا نرث منه ولا يرثون، مش كده؟ ولا نتزوج منه ولا نزوجه إذا كان مرتد، أليس كذلك؟ لكن الواقع ما بيحصلش، بدليل إنه العلماء منذ القدم عارفين وفق النصوص التي فهموها من القرآن والسنة، والصحابة كمان كانوا عارفين. يعني قاتل سيدنا علي، يعني هتروح بعيد ليه؟ تروح بعيد ليه؟ يزيد اللي قتل سيدنا حسين. سيدنا حسين كان أفضل شخص على ظهر الأرض في العصر اللي هو كان عايش فيه، يعني ما كانش على ظهر الأرض أفضل من سيدنا حسين بإجماع المسلمين. فالشخص بقى اللي جه قتل وحز رأس سيدنا حسين ده، كيف عامله أهل الإسلام؟ كيف عاملوه لما مات؟ صلوا عليه ودفنوا، مش كده؟ وورثوه وورثوا أمواله عادي خالص، فأجروا عليه أحكام الإيه؟ أحكام الإسلام. طبعا برضو أنا بحب أنبه دائما على أنه دي قضية، وكونوا مجرم دي قضية أخرى. يعني ده لا يعني أنه آه كويس أنه قتل سيدنا الحسين مثلا، لا، أعوذ بالله. واضح يا جماعة؟ فهو مرتكب الكبيرة مهما ارتكب من الكبائر لا يخرج عن دائرة الإسلام. الكبيرة تبع المشيئة، إن شاء عذب وإن شاء غفر. والتعذيب هنا إذا وقع فهو عذاب لبعض الوقت لا خلودا. يعني أهل السنة ما بيقولوا على مرتكب الكبيرة إنه إن شاء عذبه الله وإن شاء غفر له، في معنى كده هم ما بيقولهوش لأنه واضح، وهو إنه إن عذب ودخل النار فإن هذا سيكون لبعض الوقت لا خلودا فيها. ليه؟ لأنه لا يخلد في النار إلا الكفار. طب إيه الفرق بين المرتكب الكبيرة اللي مات والمرتكب الكبيرة اللي مات بدون توبة؟ الاثنين في مشيئة الله، لكن اللي تاب رجاء المغفرة له أكبر. رجاء المغفرة للتائب أكبر، وقربه من رحمة الله أكبر. مش ربنا قال فسأكتبها للذين يتقون؟ أم فربنا سبحانه وتعالى الشخص دوت لما ارتكب الكبيرة وتاب كأنه بيقرب نفسه من رحمة ربنا، يعني أقرب من غيره، تمام كده؟ ثم قال فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد وعمل من المعاصي ما عمل، كما أنه لا يدخل الجنة أحد مات على الكفر وعمل من أعمال البر ما عمل. لا، دي مسألة برضو لازم تكون واضحة. حضراتكم بتشوفوا ناس كفار موجودين دلوقتي بيتبرعوا لجمعيات خيرية ونص أموالهم مش عارف للفقراء والمساكين في العالم، جيد، ده كويس، ده كويس، يعني نشجعهم على ده. لكن هذا أمر ومعاونتهم في ده أمر وتشجيعهم على ده أمر وشكرنا لده أمر، وحكمنا عليهم بدخول الجنة والنار ده حاجة مش بتاعتنا، بتاعت الخالق، بتاعت ربنا. وربنا قال لنا إن الكافر لن يدخل الجنة، وربنا قال لنا إنه غير ظالم، إن الله لا يظلم الناس شيئا. فمعنى ذلك إن الناس اللي بيعملوا أعمال بر من غير المسلمين لم يدخل الجنة، لا نصيب لهم في الآخرة. طيب لأن ربنا برضو عادل، هيحصل إيه؟ جزاهم هياخدوه في الدنيا، هياخدوه شكر، ثناء حسن، توسيع في الأرزاق، صحة، طول عمر، حاجات كتير، بحيث تعادل ما فعلوه من أعمال البر والخير في الآخرة المتقين. والآخرة عند ربك للمتقين. واضح كده؟ وهذا مختصر جامع لمذهب أهل الحق في هذه المسألة، ده كلام الإمام النووي، كل ده كلام الإمام النووي. وهذا مختصر جامع لمذهب أهل الحق في هذه المسألة، وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به على هذه القاعدة، وتواترت بذلك نصوص تحصل العلم القطعي.
فإذا تقررت هذه القاعدة حمل عليها جميع ما ورد من أحاديث الباب وغيره. يعني حضرتك القاعدة دي تعتبر خلاصة وعصارة كل الأحاديث والآيات الواردة في هذه المسألة. كويس؟ فحضرتك دلوقتي إذا فهمت هذه القاعدة وأعرف حديث مثلا في مسلم بيقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، نقول لك افهموا في ضوء هذه القاعدة، ما تقولش أيوة يبقى إذن الزاني كافر، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن يبقى السارق كافر. عما هو العلماء منهجهم هو إن هم يتحدثوا في مسألة بيجمعوا كل النصوص الواردة في هذه المسألة ثم يخرجون منها بما يجمع بين كل هذه النصوص. فالحديث ده لما حركت إقراءه صحيح مسلم هتلاقي العلماء بيقولك إيه، إنه نعم هذا الزاني غير مكتمل الإيمان، غير كامل الإيمان، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني غير كامل الإيمان، لأنه لو كمل إيمانه لنهاه عن أن يرتكب هذه الفاحشة. واضح كده؟ إذن إيه؟ هنا الشيخ بيقول فإذا تقررت هذه القاعدة حمل عليها جميع ما ورد من أحاديث الباب وغيره، فإذا ورد حديث في ظاهره مخالفة وجب تأويله عليها ليجمع بين نصوص الشرع. طيب ثم قال ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته. ليه هنا نتكلم عن الشفاعة؟ احنا نتكلم عن الشفاعة قبل ذلك. هنا أيضا في حديث مهم جدا فيه، فيقول الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة، فالحديث طويل وفيه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. يبقى إذن في شفاعة الملائكة، في شفاعة الأنبياء، في شفاعة المؤمنين، في شفاعة لله عز وجل، ثم يخرجهم سبحانه وتعالى منها بإيه؟ برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم بعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله مولى أهل معرفته. مولى يعني ناصر، معين، موفق أهل معرفته، ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته. ربنا طبعا لا يساوي أبدا بين من عرفه وشهد أنه لا إله إلا هو وبين من أنكر ذلك. الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته، اللهم يا ولي الإسلام أهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك. إذن كأن هنا الشيخ لما دعا بهذا الدعاء كأنه يريد أن يقول إن من مات على الإسلام ده يرجى له الخير، لأن الآخرة فيها شفاعات كتير، فربما تناله شفاعة منهم، وإنه حتى لو لم تناله شفاعة منهم فمآله إلى الجنة بحسب وعد الله سبحانه وتعالى. لذلك كان كبار الأولياء والعارفين والصالحين يسألون الله حاجة واحدة بس، إنهم يموتوا على الإسلام. يعني الواحد صار إن هو إيه، لا يسأل الله إلا إنه يموت على الإسلام بس، يا رب يموت على الإسلام، لأن أنت إذا موت على الإسلام فده المفتاح، ده مفتاح النجاة إنك تموت على الإسلام. موت على الإسلام فأنت إيه، في فرصة لأنك يبقى في دور تاني في الشفاعات المختلفة، ودور تالت في شفاعة الملائكة، ودور رابع في شفاعة أرحم الراحمين، ودور خامس إنك والله لن تخلد في النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. ففي إيه، في أمل، وربما إيه ويقينا هتنجح في أي دور من الأدوار دي. لكن إن موت على غير الإسلام لا، أنت كده خلاص هيقول لك أنت ما ينفعش، مالكش أدوار. فلذلك الشيخ هنا يقول إيه، اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك، اللهم اللهم أمين. قال ونرى الصلاة خلف كل بر وفجر، ونرى الصلاة خلف كل بر وفجر. خذوا بالكم معايا في باب ملحق بباب الأسماء والأحكام اللي هو باب الإمامة. باب ماذا؟ باب الإمامة، والإمامة المراد بها هنا الرئاسة، الخلافة. مين هو عند المسلمين اللي ينفع يبقى رئيس؟ وإذا الرئيس دوت أو الخليفة دوت بقى ظالم جائر
ماذا نفعل معه؟ ليه هم اتكلموا دوت مع انه الحديث هنا مش في سياسة ولا في سياسة شرعية ولا في فقه، وانما الحديث هنا عن عقائد. ايه علاقة ده بعلم العقيدة؟ اقترحوا. ايه علاقتها بالعقيدة برضو؟ وطاعة أولي الأمر ايه علاقتها بالعقيدة؟ ماشي، ايه علاقتها بالعقيدة برضو؟ العقيدة دي إلهيات، نبوات، سمعيات. عشان لو أمر بما يخالف يعني العقيدة مثلا، طيب لازم يبقى فيه مثلا جانب عقد يعني لنا احنا ازاي احنا نفسينا من المضر. هو خد بالك ذكر لك هنا قاعدة في حكم مرتكب الكبيرة مش كده؟ وهي انه مرتكب الكبيرة ايه، مسلم ولا كافر؟ مسلم. هل نقطع بينه في النار؟ لا نقطع بينه في النار. طيب هذا الكلام هل يستثنى منه الحاكم؟ لا يستثنى منه الحاكم. فهمت ازاي؟ طب هو ليه نص على الحاكم هنا بالذات؟ لانه شره اعم. يعني هو انت حضرتك لو شربت خمرة مع نفسك فانت حد يعني تضررت على نفسك، او لو قلنا انك مثلا والله واحد مؤثر في المجتمع فضررك برضو على ايه، دائرة محدودة من الناس اللي انت بتستطيع تؤثر فيه. لكن الحاكم لو شرب الخمر او اباح الخمر او مش عارف ايه او سمح للمعاصي انها تنتشر، ضرر كبير جدا على الامه كلها. طيب الضرر ده في الاخر هنسميه كفر ولا ايمان؟ لاحظ هو ضرر كبير جدا، مع ذلك هل هو كفر ولا ايمان؟ يعني هل يخرج به من الايمان ولا لا؟ لأنه قال لك من شوية ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. طب ليه هو نص عليها هنا بالذات ليه؟ قال لك لأنه في ناس تبقى شايفة الضرر قوي ومش متصورة إنه اللي يعمل كده برضه يبقى اسمه مسلم. يعني هو ممكن الشخص العادي يتصور إنه آه والله جارنا بيشرب خمرة الله يهديه، لكن الحاكم فاتح مصانع خمور يا أخوانا والشباب بيبوظوا بسببه برضه مسلم؟ لا بقى دي حرام عليك يا عم الشيخ، ما تقول ليناش كده بقى. هو ايه مش متصور ان القاعدة دي شغالة على ايه؟ على الحاكم والمحكوم. واضح كده؟ طيب ليه برضه هو هنا بيقول لك كده؟ لانها فرع على ارتكاب الكبائر. فالحاكم اذا ارتكب الكبيرة هل يسمى مؤمنا ولا كافرا؟ مؤمنة. طب لو سميناه كافر ايه اللي هيحصل؟ ينبغي الخروج عليه. فهمتوا ازاي؟ لانه ولن يجعل الله المؤمن على الكافرين سبيلا، فما فيش كافر ابدا يحكم مسلم. فهو طول ما هو اسمه مسلم، اسمه مسلم يبقى ايه؟ لا يجوز الخروج عليه. يعني ايه الخروج؟ قلنا انك تشيل سلاح ضده. طب بس ده ظلم كبير قوي، ده بينشر الفواحش، ده 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 ده. قال لك يا سيدي ما هو في وسائل اخرى غير انك تحاربه. ايه هي الوسائل الاخرى؟ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدعوه الى الله، تفصيل الناس، انه نبعث لوفد من المشايخ يكلموه واتق الله وما ينفعش وحرام وكده كده كده كده. لكن سلاح ومواجهات تبقى الضرر على المجتمع ايه؟ الضرر على المجتمع اكبر بكثير. فهمنا ازاي؟ يبقى اذا هو هنا في الكتاب تناول مسألة الامامة باعتبارها فرع عن مسألة ارتكاب الكبيرة، وان الحاكم اذا ارتكب الكبيرة فانما ينطبق على المسلم العادي ينطبق على الحاكم، بمعنى انه كما لا يصح ان تكفر المسلم العادي لا يصح ان تكفر الحاكم اذا ارتكب ايه؟ اذا ارتكب كبيرة. طيب ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر. ليه هنا قال لك الصلاة؟ لأنه في الغالب كان الأئمة زمان هم اللي بيصلوا، يعني الحاكم أو الرئيس ده هو اللي بيصلي بالناس. يعني هو زي ما هو اللي بيقعد على كرسي الحكم هو اللي إيه؟ بيخطب ويصلي بالناس الجمعة. حتى افترق السلطان والقرآن. فصار عندنا حد بتاع دنيا وحد بتاع إيه؟ وحد بتاع دنيا. فإذا فرض أن الحاكم ده صلى بالناس زي القذافي كده ما كان بيروح أفريقيا
وإيه ويروح يصلي بيهم في النيجر وبتاع ويقعد يقول كلمة في مولد النبي وحاجات زي كده ويصلي بالنبي، كان بيصلي. إيه حكم الصلاة وراء؟ جائز، بس ده فاجر يعني على فرض يعني إن إحنا هنقول عليه فاجر، الله أعلم. ده فاجر، ما حكم الصلاة خلفه؟ تجوز. طيب جاري بيشرب خمرة وبعدين جه في يوم راح داخل الجامع وبعدين الناس متعرفوش راحوا مقدمينه بقى مال، أصلي وراه ولا ما أصليش؟ أصلي وراه. فهمت إزاي؟ طيب إذا ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا خلف كل بر وفاجر. ما هو قسمها علشان لو قال مسلم بس واضحة، لكن فاجر دي تقسيم فيبقى في فهم أكتر، فبينص على الفاجر، ممكن الواحد يظن أن الصلاة خلف الفاجر لا تصح فبينص عليه. توضيح. ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، يعني أهل القبلة أهل الإسلام، خلاص كده. وكذلك ونصلي على من مات منهم، يعني نصلي على من مات منهم، نصلي على الجنازة يعني سواء كان بر أو فاجر، تمام كده. طبعا خدوا بالكم الكلام دوت مشروط بأنه الفسق أو البدعة التي ابتدعها لا تؤدي به إلى كفر، فهو إيه بدعة أو فسق، لأنه الكفر فسق برضه لأنه خروج عن رحمة الله، فهو طالما فسق أو بدعة ولم يخرج عن الإسلام فنحن نصلي خلفه ونصلي عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدع الصلاة على من مات من أهل القبلة. قال ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، من قول شيء ده فلان في الجنة وفلان في النار، خلاص. طبعا حضرتك هتقولي طب ما هو الشهداء اللي بيموتوا النبي قال ان هم في اهل الجنه، نقول لك ايوه بقى على القول الثاني من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم الجنه تقول هو في الجنه، ثم ما ينفعش تقول فلان ده شهيد وهو في الجنه، لا هتقول الشهداء في الجنه. فهمت ازاي؟ يعني جارك مثلا حارب ضد اليهود في معركه من ومات، ده عندنا اسمه شهيد، كويس؟ هنقول الشهداء في الجنة ونقطع لهم الجنة، يبقى احنا كده بناخد بقول من من السلف القول الثاني اللي هو الذي ايه يقطع بدخول الجنة لمن ورد النصوص في حقهم. طيب فالنصوص قالت الشهداء، ما قالتش فلان ابن فلان محمد ابن عبد السميع، ما قالتش هي كده محمد ابن محمود ابن عبد السميع ابن فلان ابن الله، ما قالتش هي كده، لكن نقول ايه فلان ده نحسبه عند الله شهيدا وهو ان شاء الله من اهل الجنة، كده الادب مع الله كده. فهمتوا؟ ولا ننزل أحد منهم جنة ولا نار ولا نشهد عليهم بكفر ولا شرك ولا نفاق ما لم يظهر منهم من ذلك شيء، يعني ما تحكمش بالظنون والأهواء، ما تقولش فلان ده بيعمل كده يبقى أكيد هو كافر بالإسلام، لأنه لو كان مسلم ما كانش فتح مصانع الخمور، لو كان مسلم ما كانش ساب الرقاصين والرقصات، لا ما تقولش كده، ما تقولش كده، ممكن يبقى مسلم وبيحب الخمر، يجتمعوا الاثنين ولا ما يجتمعوش؟ يجتمعوا الاثنين ولا ما يجتمعوش؟ يجتمعوا، أليس كذلك؟ مسلم بيحب الخمر، مسلم وبيحب يروح الساحل الشمالي، يعني الاثنين مع بعض، ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. فايه فما تقولش ان هو طالما عمل كده يبقى هو مش مسلم، لا لا تشهد له بايه الا اذا عمل حاجه صريحه تقول ايوه هذا العمل لا يفعله الا كافر، راح طالع في التلفزيون سب النبي صلى الله عليه وسلم، شتم القران، سب الله، قال يا جماعه الاسلام ده دين كذا 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 كذا، دين ابن دين كذا كذا كذا، فايه فتقول ايه ده ايه ده مش مسلم، يعني يا ابني كده ده مش مسلم. طيب إذن إيه لا تشهد ولا نشهد عليهم بكفر ولا شرك ولا نفاق ما لم يظهر منهم من ذلك شيء ونذر سرائرهم إلى الله تعالى،
هنا في حاجة برضو مهمة، وهي هل معنى ذلك ان احنا اللي يعملوه كله صح خلاص طالما هو يعني كده ان هما مسلمين كل اللي يعملوه صح؟ هل احنا قلنا كده؟ احنا لا نعتقد يا جماعة بعصمة الأئمة. اللي بيعتقد بعصمة الأئمة مين؟ الشيعة. الشيعة هما اللي بيعتقدوا بعصمة الأئمة. احنا الأئمة بتوعنا او اللي هما يعني الحكام او الخلفاء من اول سيدنا ابو بكر وانت نازل لحد اخر واحد هيجي في اخر الدنيا لا نعتقد عصمتهم. يعني ايه لا نعتقد عصمتهم؟ يعني نقول قد يصدر منهم الحسن وقد يصدر منهم ما لا يرضي الله تعالى، لكن لا شك ان بعضهم محفوظ زي سيدنا ابو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي، سيدنا عمر بن عبد العزيز، سيدنا الامام المهدي المنتظر، كل دول ايه؟ محفوظين، يعني حكمهم عادل راشد لا تكاد تصدر منهم هفوة. من دونهم لا، بيعمل الصح وممكن يعمل الغلط. فإذا عمل الصح نقول برافو عليك شاطر كمل، عمل الغلط نقول اتق الله حرام عليك، أموال الناس، ظروف الناس، أحوال الناس، كذا كذا كذا، يبقى في أمر معروف ونهي عن إيه؟ عن المنكر. طيب يبقى إذن ما لم يظهر منهم من ذلك شيء ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. يعني أنت لو كفرت من لا يظهر منه الكفر فأنت كأنك حكمت أنت على نفسك بالكفر. ثم قال ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. يعني كل واحد نطلق عليه اسم مسلم طالما هو مصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي بناقض من نواقض هذا الايه؟ هذا الاسلام، او لم يحكم عليه حكم قضائي بالكفر او الردة. واضح؟ مسلم فلان ده مسلم، بس ده ظالم، بس ده يشرب خمرة، بس ده ما بيرقعهاش، بس اسمه مسلم. واضح؟ ونسميهم مؤمنين ايضا على اعتبار ان الاسلام والايمان واحد، على اعتبار ان الاسلام والايمان ايه؟ واحد. قال ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. يعني إيه ولا نرى السيف؟ يعني سفك الدم. يعني المسلم ده معصوم، دمه معصوم، لا يسفك دمه إلا بإذن من الله تعالى صاحب البدن ده. الإنسان بنيان الرب، من هدمه فقد هدم بنيان الرب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهدم الكعبة حجرا حجرا أهون على الله عز وجل من سفك دم امرئ مسلم. إذن البدن ده ملك ربنا سبحانه وتعالى، لا يهدم هذا البدن ولا يموت هذا البدن ولا يقدم هذا إلا بإذن من خالقه عز وجل. طيب ربنا أذن في إراقة دم هذا البدن وهدمه في ثلاثة حالات. قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. الثيب الزاني يعني الشخص الذي كان متزوجا قبل ذلك أو متزوجا حاليا ثم ارتكب جريمة الزنا، فده حكمه الرجم حتى الموت. والنفس بالنفس القاتل عمدا يقتل. والتارك لدينه المفارق للجماعة المرتد. ولا نرى السيف يعني سفك الدم واجبا على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. ولا نرى الخروج على أمتنا ولا ولاة أمورنا وإن جاروا، وإن جاروا يعني وإن كانوا ظالمين. ليه؟ خذوا لكم معايا أخواننا في مسألة الخروج دي. في مسألة الخروج هذه في عصر التابعين
كان التابعين منقسمين في هذه المسألة. كلام اللي هقوله دوت كلام يعني هو كلمة حق أقولها يعني إيه رجاء وجه الله سبحانه وتعالى. كان التابعين منقسمين في هذه المسألة، فبعضهم كان يرى وجوب الخروج على الحكام الظلمة، وكان منهم الإمام أبو حنيفة لأنه ساند ثورة محمد النفس الزكية ومن آل البيت، وكان في معركة مشهورة جدا في عصر التابعين اسمها معركة بير الجماجم أعتقد، التي خرج فيها دير الجماجم، لا مش دير الجماجم يعني لا أذكر اسمها الآن، خرج فيها عامة فقهاء وقراء الكوفة على الحجاج بن يوسف الثقفي باعتبار أنه كان إيه كان حاكم ظالم وبعضهم كان بيكفر. طيب، وعبد الله بن الزبير أيضا خلافته أو خلافه مع الحكام الأمويين معروف ومشهور. طيب، فده كان فين في عصر التابعين، كان في خلاف بين التابعين في ماذا، في مسألة حكم الخروج على حاكم الظالم. طيب، ثم بعد تجارب إنه ما فيش ولا ثورة من هذه الثورات انتهت بمآل جيد، وإنما الأمة لم تكسب من هذه الثورات شيء، يعني عبد الله بن الزبير قتل ومثل به، القراء اللي خرجوا على الحجاج والفقهاء اللي خرجوا على الحجاج معظمهم قتل وقتلهم الحجاج بكل بساطة من غير ما يطرف له عين. ثورة محمد النفس الزكية لم تنجح وقتل فيها خيار الناس. فباعتبار المآلات انه يعني مآل هذا الخروج دائما ما يكون سيء، العلماء قالوا انه ينبغي ارتكاب اهون الضررين. ايه اهون الضررين؟ الصبر على الحاكم اذا كان ظالما او جائرا مع امره بالمعروف ونهي عن المنكر. والصبر هنا مش معناه الرضا عن المنكر، والصبر هنا مش معناه انك ما تأمرش بالمعروف، والصبر هنا مش معناه انك ما تلتزمش انت المعروف، لا الصبر هنا معناه عدم الخروج عليه بالسلاح. فهمتوا ازاي؟ ليه؟ لان الخروج بالسلاح زي ما انتوا شايفين في سوريا مثلا ايه اللي حصل، او زي ما انتوا شفتوا في ليبيا ايه اللي حصل، او في اليمن ايه اللي حصل، البلاد اتدمرت والاسر اتشردت وعدد الجوع زاد وعدد الفقراء زاد، ففي عندك اوضاع انسانيه صعبه للغايه. فلذلك استقر رأي علماء أهل السنة من بعد عصر التابعين على تحريم الخروج على الحكام وإن ظلموا، باعتبار أن ده أخف الضررين، باعتبار ماذا؟ أنه أخف الضررين، لا باعتبار أنه كويس نبقى ظالم عادي، لا مش إقرارا للظلم، ولكن باعتبار أنه أخف ماذا؟ أخف الضررين. قال ولا نرى الخروج على أئمتنا ولا ولاة أمورنا وإن جاروا. هنا الشيخ بينقل عن العقائد النسفية بشرح السعد بيقول فيه هنا إيه، لأنه قد ظهر الفسق وانتشر الجور من الأئمة والأمراء بعد الخلفاء الراشدين. اقروا كده في تاريخ بني أمية ولا بني العباس وشوف العلماء كانوا بيتعاملوا معهم إزاي، كان في فسق وكان في جور وكان في ظلم وكان في وكان في وكان في. والسلف كانوا ينقادون لهم ويقيمون الجمعة والأعياد بإذنهم ولا يرون الخروج عليهم، ولأن العصمة ليست بشرط الإمامة ابتداء فبقاء أولى. يعني العبارة دي معناها إيه؟ معناها إنه هل يشترط في من يتولى الخلافة أو الرئاسة عند المسلمين أن يكون معصوما؟ السؤال هو هل يشترط في من يتولى الخلافة أو الرئاسة أن يكون معصوما لا يرتكب أي ذنب؟ إحنا بنشترط كده؟ لا، أبو بكر لم يكن معصوما أليس كذلك؟ طيب،
فالإجابة هي لا. كويس؟ طيب لا نشترطها ابتداء. طيب واحد صالح تولى الخلافة، طيب ثم صار جائرا، هل لما يصير جائر نقول له احنا نشترط فيك العصمة او نشترط فيك الا تجور؟ لا. يبقى اذا ايه؟ لا نشترطها ابتداء فمن باب اولى بقاء، مش كده؟ فمن باب اولى بقاء. فهمتوها ازاي؟ يعني هو في النص بدل وغير، في النص بدل وغير. هل نيجي في النص نقول لا انت ينبغي انك ما تغلطش، ينبغي انك ما تظلمش؟ لا. فهمتوا ازاي؟ بدل ما الأمة يبقى شكلها مسلمين اسمها أمة مسلمة وهي مش مسلمة تحت أمر حاكم فاسد مخليها يعني اسمها مسلمة بس. هو إن الأمة تبقى متحققة بالإسلام ده ملوش علاقة بالحكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه السلطان والقرآن سيفترقان. فدلوقتي هل الواحد فينا إذا أراد أن يكون مسلم حق الإسلام هل في حد هيمنعه؟ هل الحاكم هيمنعني أن أصلي في الجوامع أو أن أنا في نفسي أتقي الله أو أن أنا أعامل الناس بالحسنى؟ خلاص يبقى لا يكلف الله نفسا إلا وسع، لا يكلف الله نفسا إلا وسع. يعني قفل الجوامع مثلا، قفل الجوامع ومنع بس برضو نفس الكلام لا يكلف الله نفسا إلا وسع. انت مش مطالبه هتعملي ايه؟ طيب ايه الحل؟ تعملي ايه؟ تروحي تموتي نفسك؟ ما هو اصل انت الكلام دوت يعني بعد تجارب كتير، فانت هتخسري نفسك والامه هتخسر حد صالح زيك. فلا ما لا نخسرك ولا انت تخسري ولا حاجه خالص. اصلحي فيما اقامك الله واليه عليه. انت حضرتك عندك زوج، عندك زوجه، عندك مصنع، عندك شركه، في ناس ليك دايره تاثيرك، اشتغل معاهم، اشتغل معهم واصلح فيما جعلك الله وليا عليه. ده تكليف كل واحد فينا. اذا استطعنا جميعا ان احنا والله ننصح ونبدل الاوضاع بالحسنى بصناديق الاقتراع، اذا كان في صناديق اقتراع يبقى كويس. طب ده ما فيش، مش متاح، خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انت لاحظ انك مش مسؤول غير عن نفسك امام الله، تمام؟ انت مش مسؤول امام الله غير عن نفسك وما جعلت واليا عليه. طب الاوضاع، طب المسلمين هنا، طب الناس، طب الامه، طيب طبعا نحزن نزعل على اوضاع الناس، لكن هل سيحاسبني الله على هذه الاوضاع؟ الاجابه لا. هو هل احنا مش مكلفين ان احنا ندعو اصلا؟ ندعو ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. تمام. بشرط العلم. تمام. اقصد ان ده الهدف الاساسي. ايه الهدف الاساسي من ايه؟ من نبونا. الهدف الاساسي هو ان نعبد الله تعالى. تمام. وقد تتحقق العبادة في ظل حكم اسلامي يحكم بالعدل والحق والخير ويدعو الى الحاجات الجميلة دي كلها، أو في ظل حكم غير إسلامي بدليل أنك ممكن تبقى عايش في أوروبا وعايش إسلامك عادي. تمام. بس يعني هل الصورة النموذجية للإسلام هو إن إحنا المفروض نبقى بندعو للإسلام وإن إحنا عايزين الناس تعيش في الفكر الإسلامي يعني هل ده النموذج؟ النموذج هو إنك تجعل الناس عابدين لله سبحانه وتعالى. كل واحد في مكانه. أنا مكاني إيه؟ رب أسرة، يبقى أكون عابد لله في أسرتي وفي نفسي. طيب أنا بقيت في يوم من الأيام رئيس جمهورية، يبقى المفترض أن أكون عابد لله في رئاستي للجمهورية، فأتقي الله في الشعب، أساعدهم على تقوى الله كده. بس اللي إحنا شفناه تقريبا في جزء الصحابة أن هم يعني حتى كل واحد كان فيهم مثلا في مكان بدأ يعني يدي أولوية للدعوة والفكر الديني وان هو ازاي ينصر الاسلام ودعم المسلمين.
ماشي. ما هو ده كان بإذن من الخليفة، كان بإذن من الخليفة، مش كل واحد طلع لوحده. الدعوة ما فيش حد هيمنعك من الدعوة، يعني انت ممكن تروح أوروبا أستراليا تروح تدعو زي ما انت عايز، لكن الصحابة عملوه جيوش، دي خرجت لوحدهم كده، هم عملوا جيوش وراحوا خارجين. لا، سيدنا عمرو بن العاص لما جه مصر جه ازاي؟ بإذن من الخليفة، وما خرجش الا بعد ما استأذن سيدنا عمر بن الخطاب، وسيدنا عمر الخطاب أذن له وجهز له الجيش وكذا وكذا. ما فيش يعني شوية مثلا جامعة مثلا فكر المسلمين؟ لا، ما فيش راية. تعمل على إيجاد هذه الراية بأنك تصلح نفسك وتنشر خير في المجتمع لحد ما المجتمع يتغير ويوجد هو هذه الراية. ونشر خير ده لو انا حطيت له يعني لو انا بصور بس على نطاقي انا من هاني مش هنوصل لحاجه. ما توصلش، انت مش تكلفك انك توصل لحاجه، انت تكلفك انك تعمل مش انك تصل لنتيجه. تموت وانت عابد لله، النتيجه ايه؟ مش بتاعتي. ممكن في مجال ولا احنا عايزين نخلص بس مش اكتر يعني. طيب، فايه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيأتيكم ركيب مبغوضون يطلبون منكم ما لم يجب عليكم، فإذا سألوكم ذلك فأعطوهم ولا تسبوهم ولتوفوا لهم. وفي الصحيحين: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وفي مسلم: من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله، عليكم السلام ورحمة الله، فليكره ما يأتيه من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته. يبقى إذن إيه؟ ولا نرى، قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمرنا وإن جاروا، ولا ندعو على أحد منهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية. فإذا أمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وندعو لهم بالصلاح والنجاح والمعافاة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، ونحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة. طيب، هنقف هنا ونكمل المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.